هسه شباب وصلنا إلى الجزء الرابع بمحاضرتنا اللي هي تسمية المركبات العضوية. عندنا طريقتين بالتسمية، عندنا طريقة هي اللي هي Common Nomenclature، تسمية شائعة، وتسمية أيوباك Nomenclature. عندنا تسميتين. أول شيء طريقة أيوباك هي التسمية العلمية الكيميائية. أيوباك هي لو نجي عليها هي متكونة من جملة اللي هي International Union of Pure and Applied Chemistry، اللي هي الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية. International Union of Pure and Applied Chemistry. فهاي العبارة لو نجي ناخذ أول حرف من كل كلمة بيها راح نكون بيها كلمة أيوباك. هاي المنظمة الكيميائية الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية سوى لها نظام من خلاله قدرنا نسمي أي مركب كيميائي عضوي. حلو. وبنفس الوقت عندنا التسمية الثانية اللي هي تسمية الكومن نيمز، التسمية الشائعة أو التسمية التجارية. أكو مركبات نستعملها بحياتنا اليومية فنسميها تسمية شائعة، قابل نسميها تسمية كيميائية؟ لا، الإنسان البسيط ما راح يقدر يحفظ الاسم، يعني العلم الكيميائي، بس الإنسان العلمي الصيدلي أو علوم الكيمياء لا راح يحفظ، لا راح يحفظ الاسم الأيوباك. هسه راح أعطيكم مثال على هذا الشيء. مثل عندكم المركب 2 بروبانون، هذا مركب كيتوني 2 بروبانون. هاي المركب هو الاسم علمي كيميائي تابع الأيوباك. أما الاسم التجاري مالته هو اسمه الأسيتون. هذا الأسيتون أكيد البنات طبعا 100% أعتقد متأكد لو هسه من جاي يشوفون الفيديو الأغلبية العظمى أو كلية أكيد حافظاته هذا الاسم، اللي هو مزيل الأظافر، مزيل صبغ الأظافر، فشي مقدس. هذا هو هذا أسيتون. الأسيتون هو قابل البنية تروح على أبو الكوزمتك عفوا تقول له انطيني 2 بروبانون، لا أكيد راح تقول له انطيني أسيتون، أو تقول له مزيل أظافر، أو تقول له أسيتون انطيني. هذا الأسيتون راح يكون مزيل أظافر. هيك أقصد أني التسمية الشائعة والتسمية العلمية. فالتسمية الشائعة مو هالقد مهمة مثل التسمية العلمية الكيميائية مال أيوباك. هسه هنا راح نجي ندرس التسمية أيوباك، لأن يعني التسمية الشائعة تعتمد على الحفظ مو مثل التسمية أيوباك فهم. فأنتوا تسمون بيدكم أي مركب يعجبكم أو يخطر ببالكم تجون ترسمونه وتكتبونه وتسميته. فهسه نجي أول شيء على طرق التسمية. خلوا ببالكم عندنا بالتسمية طرق كيميائية سهلة وبسيطة. تخلون ببالكم إنه راح تجون تحفظون أول شيء أول 10 أسماء لذرات الكربون. عندنا كل ذرة كربون لها اسم بالكيمياء العضوية. ذرات كربون واحد لها اسم، ذرات كربون اثنين لها اسم. مثل عندنا ذرة كربون واحد لها ميث، الثانية إيث، الثالثة بروب، الرابعة بيوت، الخامسة بنت، السادسة هكس، السابعة هبت، الثامنة أوكت، والتاسعة نون، والعاشرة ديك. هاي أول 10 ذرات كربون هاي لازم تحفظونها. أما للدعش والاثناعش والثلاثعش لحد الثلاثين مدري إلى 200 أو 300 ذرة كربون هاي مو قد مهمة. وهاي الأسماء من 1 إلى 10 هاي لازم تحفظوها عن ظهر قلب، يعني ما يصير تنسوها، وإذا نسيتوها غسلتكم من الكيمياء العضوية، لأن هي أساس الكيمياء العضوية، وإذا ما عرفتوها يعني ما بيها فايدة بعد الكيمياء العضوية. أما الأسماء من الدعش إلى ما لا نهاية لا، هاي انتم مخيرين بيها، تردون تقرؤوا تردون لا، لان اصلا ما راح تستفادون منها الا نادرا، واذا قرأتوها راح تكونون متمكنين من الكيمياء العضويه 100%، وراح تقدرون تسمون اي مركب عضو عندكم بالكون تقدرون تسمونها. فراح اعطيكم طريقه بسيطه اللي يعجبهم يضيفون معلومات. اكو جماعه يحبون الكيمياء ويحبون يضيفون معلومات لهم، فراح اعطيها لهم. طبعا هي دراستكم لحد العشره، وحد اقصى لحد الاثناعش. اما الدعش فوق مثل ما قلت لكم مو مهمه، بس راح اعطيكم طريقه بسيطه انا سويتها لنفسي وقرات بيها. اول شيء مثل ما تعرفون انه انتوا عندكم بالمصطلح الطبي، مثل ما قلت بالمصطلحات الطبيه، ان المصطلح الطبي يتكون من سفكس وبرفكس وروت اللي هو جذر يربطهن اثنيناتهن. بس هنا عندكم الروت عوفو عليكم بالسافكس والبرفكس. السافكس راح يرتبط ويا البرفكس ويكون لنا الرقم 11 او 12 او 13 او 14 او 15 الى ما لا نهايه. اول شيء راح نعطيكم السافكس ونعطيكم البرفكس وانتم ربطوهم وسووا بعد انتم سووا ارقام بكيفكم.
اها يعني بعد شنو معنى هالحكي؟ يعني انتم بس خلوا بالكم تحفظون الارقام من 1 إلى 10 وتحفظون السفكس والبرفكس مالتهن. عندكم رقم 11 هو ان، خلوا بالكم ان. رقم واحد اسعفوا رقم 11 عليكم بالسفكس، لان السفكس مارت الارقام. رقم واحد هو هين. رقم اثنين دو او داي. رقم ثلاثة تراي. رقم أربعة تترا. رقم خمسة بنتا. منها راح تبقى نفس الأسماء من ذات الكربون اللي حفظتوها من 1 إلى 10. رقم ستة هكسا. رقم سبعة هبتا. رقم ثمانية قبل شوية قد حفظته كان أوكت، ضيفوا له حرف أي فتكون أوكتا. رقم تسعة نونا. بنت تحفظوها هاي شنو لأن السفكس اللي هي هين دو او داي بكيفكم مخيرين. الرقم اثنين بالرقم، بالنسبه لرقم ثلاثه تراي، الاربعه تترا، خمسه بنتا، هكسا، هبتا، اوكتا، نونا، ديكا. ذني الارقام من 1 إلى 9. ضمن الارقام راح تضيفولهن المقاطع التاليه اللي هي البرفكس. هاي البرفكس من راح تضيفوها للسفكس راح تكونون رقم معين. اذا ضفتوا ديك اللي هي تمثلنا رقم 10 راح يتكون لنا مجموعة الأرقام من 11 إلى 19. مثل أسرع أعطيكم أمثلة، مثلا عندنا أنديك راح يتكون عندنا 11، دوديك تكون عندنا 12. شفت شلون سهلة؟ 13 شلون راح تكونونها؟ والله أنتوا جربوا. أها نقول 13 تتكون من 3 و10، فنقول الثلاثة تراي والديك هي 10 وتكون عندنا تراي ديك، تترا ديك، بنتا ديك، هيكسا ديك. وبهاي الطريقة كونتوا الأرقام من 11 إلى 19. أما الرقم 20 خلوه ببالكم اللي هو آيكوس. آيكوس هذا راح تضيفونه للأرقام اللي قرأتوها لي فوق اللي هي الهين والدو والداي. الهين والدو والداي والتراي والتترا والبنتا والهكسا والهبتا والأوكتا والنونا، وراح تكونوا من خلالهن أرقام من 21 إلى 29. أما التراي أكاونت هي الثلاثين. العفو ما أعطتكم أمثلة على اللي فوق، هس أعطيكم أمثلة. مثل عندكم هين مثل عندك هين آيكوس اللي هي 21، أو دوكوس. لاحظوا التراي أكاونت، عفوا عندكم ترايكاوس، عندكم بنتايكاوس، عندك هيبتايكاوس. من تضيفون كلمة ايكوس معناها صار عندنا 23 24 25. اما بالنسبة للتراي اكاونت هي ارقام من 30، هي تمثلنا 30، وراح تضيفون الارقام اللي فوق الارقام الفردية من 1 إلى 10، فيتكون عندنا الارقام من 31 إلى 39. يعني شلون؟ مثلا عندكم بنتا تراي اكاونت، عندكم هكسا تراي اكاونت، شو معناها هاي؟ هكسا تراي اكاونت معناها 36. عندكم نونا تراي اكاونت معناها 39. بكل بساطة تضيفون اول شيء الرقم 9 او 10 او 8. مثلا عندكم 37، شلون تسوونها؟ تجون اول شيء على السبعة، تجون اول شيء على السبعة اللي هي ايش قد السبعة؟ عندكم السبعة عندكم هبتا، تجون على 30 اللي هي تراي اكاونت، فيكون عندنا العفو هبتا تراي اكاونت اللي هي 37 الى اخره. شنو الى اخره؟ كلمة اكاونت يعني الارقام 40 و50 و60 و70 و80 و90. ها شلون بعدين تكونونها؟ عندكم اي رقم من الارقام اللي فوق ضيفوا لك كلمة اكاونت. اكاونت تمثل لنا حرف واو وون بالعربي. احنا مو عندنا 70 80 90 60، هاي الواو والنون هي اكاونت باللاتيني. فعندكم يبقى بس السبعة اون، 80 اون، 8 اون، 6 اون، 60. فستة من تروحون تاخذونها لو تجون تكونون 60؟ تروحون على الارقام اللي هي هكسا. هكسا شو تضيفونها؟ تضيفونها اكاونت، فتصير هكسا اكاونت، فصار عندنا هنا 60. السبعون شلون تسوونها؟ تروحون على الهبتا تضيفوا لها اكونت،
فتكون عندنا هبتا كاونت إلى آخره. بهاي الطريقة راح تعرفون تكونون أي رقم عندكم بالكيمياء العضوية، وأنا أفضل عندكم تكون بس أرقام من 1 إلى 10. هسه شباب نجي على كل مجموعة وظيفية بالكيمياء العضوية وطرق تسميتها. نبدأ أول شيء بالمجموعة الأبسط اللي هي الألكان. طبعا قواعد التسمية تقريبا مثل أيوباك متشابهة بكل المجاميع الوظيفية، وهي كالآتي: أول شيء نختار أطول سلسلة كربونية مستمرة، هذا الشيء تعرفونه من الرابع علمي. ثاني شيء إذا كان عندنا تفرع نقم من الطرف الأقرب للتفرع، يعني إذا كان عندنا تفرع بالسلسلة نبدأ الرقم من جهة التفرع الأقرب. ثالث خطوة إذا كان هنالك أكثر من تفرع نسمي حسب الأبجدية، يعني عندنا تفرع بي مثل وتفرع بي كلور، مثل حرف ام والكلور حرف سي. هنا انا شو نسمي؟ اول شيء نقول كلورو لو نقول مثل؟ اكيد نبدا اول شيء بالكلورو انه بننتقل على المثل. هاي معناها النقطه الثالثه. النقطه الرابعه هي نضيف مقطع ان لذرات الكربون وحسب السلسله. شنو معناها؟ يعني حسب ذرات الكربون عندنا ميث ايث برو بيوت بنت ونضيف لها ان، مثل بنتان هكسان اوكتان نونان ديكان. هسه نجي على امثله وتوضح لنا هاي النقاط اللي فوق. اول شيء عندنا اول سلسله عندنا هي سلسله هاي الصايره على شكل حرف ان. هاي حرف ان لو نجي ننقمها راح نلاحظ انه هي ميث ايث بيوت، ميث ايث برو بيوت بتكون من 4 ذرات كربون، لان بيه 4 ركزات، هاي 4 ذرات كربون، واحنا قلنا كل ركزه تمثل لنا ذره كربون، فهنا يسمونها بيوت ويضيفوا لها مقطع ان اللي هي بيوتان. نجي على السلسله الكربونيه الثانيه اللي هي الميث ايث بروب بيوت بنت هكس هبت، هاي هبت 7 ذرات كربون ونضيف لها مقطع ان فتكون هبتان. نجعل المركب الثالث اللي هو عبارة عن سلسلة مستمرة من نوع الزجزاج وبها تفرع. هنا نبدأ نرقم من الطرف الأقرب للتفرع. هنا لو بدينا نرقم من الطرف الأيمن أو بدينا نرقم من الطرف الأيسر راح نلاحظ أن التفرع راح يحصل بالجهتين على رقم 3، فنبدأ نرقم من أي طرف كيفنا، فنقول 1 2 3 4 5. راح نلاحظ أنه برقم 3 عندنا تفرع. شنو التفرع مالتنا؟ هو تفرع مثل، فنقول 3 مثل بنتين. ليش قلنا بنتان؟ لأن هو 5 ذرات كربون السلسلة المستمرة، وبالموقع 3 عندنا مجموعة مثل، فقلنا 3 مثل بنتان. هسه شباب وصلنا إلى القسم الثاني بالمركبات العضوية اللي هو الألكين. الألكينات هي تتميز بوجود العناصر المزدوجة في تركيبها، حيث أن هاي العناصر المزدوجة تنطي للألكينات مميزات تختلف عن الألكانات وتميزها عنها، وتكون أقل استقرارية مما هو عليه الحال من الألكانات. وبنفس الوقت قواعد التسمية بالنسبة للألكين هي نفس قواعد التسمية للألكان بالضبط، مع اختلاف بسيط هو أنه إحنا نبدأ نرقم بالطرف الأقرب للعناصر المزدوجة. أما باقي قواعد التسمية فهي نفسها، اللي هي نختار أطول سلسلة كربونية مستمرة، وإذا كان عندنا أكثر من تفرع نسمى حسب الأبجدية، وبنفس الوقت نرقم من الطرف الأقرب للعناصر المزدوجة ونضيف للميث والبروب والبيوت والبنت والهكس والهبت والأوكت والديك. شو نضيف لها؟ نضيف لها مقطع إين فيتكون عندنا الألكين. مثلا عندنا بنت هنقول بنتين، هكس هكسين إلى آخره. وإذا كان عندنا أكثر من عناصر مزدوجة بالسلسلة نستعمل البوادئ: داي ثنائي، تراي ثلاثي، تترا رباعي، بنتا خماسي. إذا كان عندنا 5 عناصر مزدوجة همين الرقم ونط، أكو ملاحظة مهمة، نط أقل رقم بالترقيم العناصر، يعني هي مو العناصر، مثلا عندنا سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3 عفوا عندنا سي اتش 3 سي اتش دبل سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2 سي اتش 3. اذا عندنا هذا المركب وبينات العناصر مزدوجه، هنا راح نعطي رقم 2 للعناصر المزدوجه، ما نعطيها رقم 3،
لأن دائما نعطي الرقم الأقل العنصر المزدوج بالترقيم، وعندنا هاي الأمثلة سنجي عليها. فعندنا أول مثال، عندنا هذا الإيثين اللي هو عبارة عن CH2 بCH2 بيناتهم عنصر مزدوج. فنلاحظ إنه ذرة الكربون هنا مشبعة بأربع أواصر، اثنين للهيدروجين واثنين أواصر بيناتهم، فهذا يسمونه إيثين. ليش إيثين؟ أول شيء هي ميث إيث ونضيف لإين فتكون إيثين. نجي على المركب الثاني، المركب الثاني نلاحظه متكون من أربعة ذرات كربون، عندنا ذرة الكربون واحد واثنين عندنا بها آصرة. هنا نقول بيوت واحد إين. ليش قلنا واحد إين؟ ليش ما قلنا اثنين إين؟ لأن لو قلنا اثنين إين راح يكون تسميتنا غلط. ليش؟ لأنه حسب عندنا ملاحظة تقول إنه 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 العناصر المزدوجة تاخذ أقل أرقام، العناصر المزدوجة تاخذ أقل أرقام، حتى العناصر الثلاثية تاخذ همنا أقل أرقام، العناصر المزدوجة دبل بوند تاخذ أقل أرقام. فهنا نقول بيوت واحد إين، أو نقول اثنين بيوتين نفس الشيء، عفوا، أو نقول واحد بيوتين نفس الشيء. طبعا نعتمد بالتسمية على القاعدة اللي تقول الروت يجي براها النمبر اوف دبل بوند انه بيجي براها الاين. شنو معنى هاي القاعدة؟ هاي القاعدة لو نجي نطبقها على المركبات راح نلاحظ انها راح تشمل لنا كل المركبات، الروت اللي هو الميث والايث والبروب والبيوت والبنت الى اخره، يعني اسماء ذرات الكربون، ورقم العناصر المزدوجة اللي هو اقل رقم قلنا، والإين هو المقطع حمارة الألكين. فهسه نجي على المركب الثالث اللي عندنا، اللي هو عبارة عن مركب متألف من خمس ذرات كربون. اللحظة عندنا عنصر مزدوجة بالموقع اثنين وثلاثة، احنا نختار أقل رقم اللي هو الاثنين. فنقول يا أما نقول اثنين بنتين، أو نقول بنت نخلي شارحة اثنين شارحة إين. أما طبعا اكو ملاحظة تقول خاف ناسيها انتم، انه بين رقم ورقم نخلي فارزة، خلوا بالكم هالشيء، بين رقم ورقم نخلي فارزة، وبين رقم وحرف نخلي شارحة. نجي على المركب الاخير قبل الاخير، اللي هو عبارة عن مركب متكون من سبع ذرات كربون، وعدنا بعصرتين مزدوجات. هنا نبدأ الرقم من الطرف الأقرب للعناصر المزدوجة، نبدأ الرقم هنا من الطرف الأيمن لو من اليسار، وإذا رقمنا من الأيسار راح تاخذ العناصر واحد اثنين ثلاثة أربعة، راح تاخذ العناصر رقم ثلاثة، وإذا رقمنا من الطرف الأيمن راح تاخذ العناصر رقم اثنين. إذا نرقم من الطرف الأيمن حتى تاخذ الأواصر أقل الأرقام، فهنا نقول شنو نقول؟ نقول هكسا، عفوا هنا نقول هاش كم رقم هنا سبعة، نقول هبتا اثنين أربعة. ليش اثنين أربعة؟ حسب الأواصر، الأواصر وين واقعة نختارها أقل الأرقام، 2.4 شارحة داي. ليش داي؟ لأن اثنين عندنا أواصر، لو ثلاثة نقول تراي، لو أربعة نقول تترا، ونضيف لها المقطع إين. أما المركب الأخير هو نفس المركب اللي قبل شوي شرحناه، وراح أخليه لكم اختبار. هسه وصلنا للمجموعة الثالثة الأساسية بالمجاميع الوظيفية العضوية اللي هي الألكاين. الألكاين هي المجموعة الثالثة من المركبات العضوية الهيدروكربونية. نسيت ما قلت لكم، سموها هيدروكربونية من اسمها هيدروكربونية، إذا تتكون من ذرة هيدروجين ذرة كربون. فهذه المركبات تتكون فقط من عنصرين، ذرة كربون وهيدروجين. هذا الألكاين اللي يميزه عن الألكين والألكان هو العناصر الثلاثية، ونفس قواعد التسمية اللي شرحناها بالألكين بالضبط، اللي هي نختار أطول سلسلة كربونية مستمرة، ونرقم من الطرف الأقرب للعناصر الثلاثية التريبل بوند، وهم إذا كان عندنا أكثر من تفرع نسمي حسب الأبجدية، يعني كلها نفس الشيء. وهنا نضيف المقطع آين، وطبعا نعتمد على القاعدة العلمية اللي تقول الروت زائدا النمبر اوف تريبل بوند زائدا الآين. وعارف يعني شنو معنى كلمة روت؟ الروت اللي هي الميث والإيث والبروب والبيوت، يعني أسماء ذرات الكربون وعدد الأواصر الثلاثية
يعني بيا رقم، احنا قلنا نختار اقل رقم بالنسبة للعناصر الثلاثية، وعندنا المقطع عين، عندنا ملاحظة تقول اذا عندنا اثنين اواصر ثلاثية نقول داي اين، مثل ما حكينا، مثل ما شرحنا وحكينا بالالكين، اذا كان عندنا اكثر من عناصر مزدوجة بالسلسلة. هنا اذا كان عندنا عناصرتين ثلاثية نقول داين، اذا كان عندنا اربعة نقول تتراين. هاي مجرد توضيح لكم، اذا اربع اذا ثلاثة تراين، اذا خمسة بنتاين، اذا ستة هكساين، وانتم بعد الى اخره. اما بالنسبة للامثلة فعندنا هاي الامثلة، عندنا سي اتش تريبل بوند سي 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 اتش 2 سي اتش 3، هاي السلسلة الكربونية اللي عندنا، عندنا بالموقع واحد واثنين عندنا بيناتهم عناصر ثلاثية. أول شيء عندنا أربع ذرات كربون، إذا الروت هو بيوت، إذا الروت يعني الجذر مالتنا هو بيوت. أما عدد ذرات العناصر عدد الأواصر الثلاثية نعطيها رقم واحد. ليش رقم واحد؟ لأن نعطيها أقل أرقام. نوبرها نخلي شارحة ونخلي المقطع آين، فنقول بيوتاين. او عندنا طريقة اخرى بالتسمية، ما نقول بيوت واحد آيين، نخلي الواحد قبل البيوتاين ونقول، فنقول واحد بيوتاين. بس هاي التسمية افضل وعلمية اكثر. هاي التسمية بكتاب انا قرأته، اسم الكتاب نومنكليتشر اوف ايوباك، كتاب كبير جدا بالالف صفحة، طريقة التسمية مالت المركبات العضوية. فهاي التسمية هم معتمدين عليها، هي منظمة نفسها. فأدنى النوع برا هذا المركب اللي يقول سي اتش تريبل بوند سي اتش سي 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 تريبل بوند سي اتش، عندنا بهذا المركب خمس، عندنا خمس ذرات كربون وعندنا اثنين اواصر ثلاثيه. نبدا الرقم من اي طرف هو نفس، راح ياخذ نفس الارقام لان الاواصر الثلاثيه واقعه بالطرف. فنبدا الرقم من اي اتجاه نفس الشيء، عندنا خمس ذرات كربون، اذا عندنا بنت بنتا، وعندنا مواقع الاواصر الثلاثيه هي بالموقع واحد وبالموقع اربعه، ونختار يعني نختار اقل ارقام، واحد نوبرها فاصلة اربعه ونوبرها شارحه داين. وخلوا بالكم ما يصير تكتبون اربعه نوبرها واحد، لا، تبدون من اقل رقم لاكبر رقم، تكتبون واحد نوبر اربعه، ما تقول واحد اربعه واحد، لا، واحد اربعه داي. عندنا اثنين آين، يعني عندنا اثنين أواصر ثلاثية. هذا موضوع الألكاين. هنا يا شباب راح نجي ناخذ ميكس، خليط يعني بين مجموعة الألكين وبين مجموعة الألكاين. يعني بالمركب العضوي راح نلاقي مركب مكون من سلسلة كربونية مستمرة بها أواصر مزدوجة أواصر ثلاثية. هنا بهاي الحالة احنا راح نحير، نخلي ايدنا على خدنا ونقول شلون، هنا شلون راح نسميها؟ هل راح نسمي من جهة الألكين لو راح نسمي من جهة الألكاين؟ وشلون؟ ضعوا علي، تجون على القاعدة العلمية اللي تقول اسم ذرة الكربون رقم العناصر المزدوجة. ها خلونا ببالكم ملاحظة، انه اول شي تسمون الألكين ونوب تسمون الألكاين، وتخلون ببالكم هاي القاعدة اللي تقول اول شي تجون على اسم ذرة الكربون الروت، نوع بعدها رقم العاصرة المزدوجة ايش قد رقمها، تختارون اقل الارقام. نوع بعدها المقطع اين مات الالكين، مثل ما قلت لكم اول شيء الالكين. نوع برا تنتقلون على الالكاين، رقم العاصرة الثلاثية والمقطع اين. وتخلون ببالكم هسه راح يجي ببالكم هسه احنا نبدا الرقم من العاصرة الثلاثية لو نبدا الرقم من العاصرة المزدوجة، باو عيني. اذا كان عدد ذرات الكربون بالسلسلة زوجي، هنا أنا راح تبدون ترقمون من جهة الألكين. أما إذا كانت عدد ذرات الكربون بالسلسلة فردي، هنا أنا لا، تبدون ترقمون من جهة الألكاين. وكو قاعدة تقول إذا كانت المسافة بين الألكين وبين الألكاين، يعني بين العنصر المزدوج وبين العنصر الثلاثي، هي نفس المسافة، هنا أنا راح تبدون ترقمون من هنا أنا راح تبدون ترقمون بكيفكم، سواء كان من الكين او من الكان. هسه نجي على الامثلة. اول مثال على ايدكم اليسرى عندكم CH2 double bond CH CH2 C3 اواصر CH،
احنا عندكم عدد ذرات الكربون فردي، لكن بنفس الوقت راح تلاحظون انه الأواصرة المزدوجة والأواصرة الثلاثية، هنا الأواصرة المزدوجة والأواصرة الثلاثية راح تلاحظونها انه واقعات بنفس المستوى، هنا واقعات طرفيات، هنا راح تبدون ترقمون من الأواصرة المزدوجة. طبعا انا قبل شوية اعتذر قلت لكم اذا كانت المسافة بين الأواصرة المزدوجة والأواصرة الثلاثية كيفكم ترقمون، لا اذا كانت المسافة بين الأواصرة المزدوجة والأواصرة الثلاثية نفسها يعني طرفية عندكم الأواصر، هنا تبدون ترقمون من جهة الألكين. فهنا راح تبدون اول شيء عندكم هي عندكم 5 ذرات كربون، اذا تقولون بنت نو براها تنطون رقم واحد للألكين، يعني عندكم 1 و2 ماخذ الأواصر المزدوجة فتاخذ رقم واحد اقل رقم، فنقول بنت واحد ان شارحة. ليش شارحة مو فارزة؟ لان بين حرف ورقم شارحة، بين رقم ورقم فارزة. نوبر هننتقل على الالكاين، عندنا بالموقع 4 و5 نختار 4، 4 آين بتكون بنت واحد ان 4 آين، هذا المركب. نجي على المركب الثاني اللي صاير بالوسط اللي هو عندنا CH3 دبل بوند CH سي تريبل بوينت سي اتش. هنا تبدون من يا جهه ترقمون، هنا عندكم عدد ذرات الكربون فردي وبنفس الوقت الاواصر مو طرفيه، فهنا ترجعون على الملاحظه اللي قلت لكم عليها، اذا كان عدد ذرات الكربون فردي نبدا ومو طرفي نبدا نرقم من جهه الالكاين، فهنا نرقم من جهه اليمين، فنقول 1 2 3 4 5 راح تاخذ هنا رقم 1 مجموعة الألكاين ورقم 3 مجموعة الألكين ونسميها مثل ما تعلمتم. أما بالنسبة للمركب الأخير هو ب7 ذرات كربون، بي بالموقع 2 و3، بي ذرة مزدوجة بالموقع 4، عفوا بي رقم بين رقم 2 و3 أكو عصرة ثلاثية، وبالموقع 4 و5 أكو عصرة مزدوجة. هنا من ياجة تبدون ترقمون من جهة الألكاين، ليش؟ لأن يعني عدد فردي، فهنا راح تاخذ مجموعة الألكاين رقم 2 ومجموعة الألكين رقم شقد رقم 4، وتسمون حسب ما انت تعرفون هبت 4 إن 2 آين. وبكل بساطة هسه شباب وصلنا إلى التسمية الخامسة عندنا اللي هي السايكلو كومباوندز. تعتبر هاي التسمية من أهم التسميات أو من أهم المواضيع اللي هي تسمية المركبات الحلقية، يعني مركب مو على شكل سلسلة يجيكم، لا على شكل حلقات، وهاي المركبات هي اللي راح تشوفونها على طول السنة هاي، سواء كان كورس أول أو كورس ثاني، بمركبات أروماتية أو مركبات هيترو أو أروماتيك كومباوند، يعني عندنا نوع من المركبات هاي السنة، فهاي مركبات مهمة جدا تسميتها. عندكم كل طريقة التسمية مالتها إنه هو إنه مركب عفوا إنه اسم الألكان أو الألكين أو الألكاين نضيف قبله مقطع سايكلو بس. بس نجي على الاشكال، عندكم اول واحد على يدكم اليسرى مركب ثلاثي حلقه ثلاثيه ما بيها اي اثر، اذا هذا مركب الكان سايكلو الكان، فش نقول سايكلو بروبان، ليش بروبان؟ لان اثر ثلاثيه، اذا هذا الكان. اما المركب اللي ثاني اللي هو عباره عن هذا الشكل على شكل مربع باثر مزدوج، اذا هذا الكين، نبدا نرقم من الاثر المزدوج نعطيها رقم واحد، فنقول سايكلو بيوتين او نقول سايكلو بيوت واحد ان مثل ما تعلمنا فوق. وعندنا المركب الثالث اللي هو الخماسي بأسرة مزدوجة نقول سايكلو بنت واحد ان او نقول سايكلو بنتين نفس الشيء. وعندنا هذا المركب اللي هو سداسي، هو هاي يسمونه السايكلو هكسان. وعندكم هذا المركب اللي هو بأسرتين مزدوجة نرقم من الأسر المزدوجة ونقول 1 2 3 4، فنقول سايكلو هيكسا 1 3 داين. وعندكم المركب الأخير اللي هو هذا يعتبر مركب أروماتي، المركبات الأروماتية هاي المركبات اللي راح تتعرفون عليها يعني خلال دراستكم للكورس الأول، طبعا الكورس الأول والكورس الثاني أغلبها مركبات أروماتية. شنو مركبات أروماتية؟ مركبات عطرية،
فهذا المركب لو نجي نسميه راح نلاحظه يتكون من سايكلوهيكسا 1.3.5 تراين اللي اسمه البنزين، حيث انتم بهاي بالكورس الاول ان شاء الله راح تدرسون البنزين بشكل عام، راح تدرسون البنزين، راح تدرسون الفينول، راح تدرسون الالديهايد والكيتون، راح تدرسون حامض الكربوكسيليه، وراح تدرسون الامينات. هاي السيلابس مالتكم، السيلابس مالتكم في الكورس الاول البنزين والالديهايد والكيتون والفينول والحامض الكربوكسيلي والامينات، وكلها مشروحات بالقناه.